كابتن توفيق، مساء الفل. يا مساء الفل يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، ويا رب دايما تكون بخير يا رب. الله يخليك يا فندم. كابتن توفيق، انت لغايه يعني فتره قريبه جدا كنت موجود في المطبخ الرئيسي، ولك دور في اداره اللجنه، ويعني بعيد بقى عن التفاصيل اللي بتتقال واتهام من هنا واشاده من هنا والتخبيط اللي احنا معتادين عليه في المجتمع بتاعكم بتاعي. تبص تلاقي اللي قام مديك كده حاجه كده من تحت الترابيزه، واللي ما اعرفش عمل لك ايه. فانتوا بتاعي اتعودتوا على كده يعني. طبعا لا ده كتير يعني، ما احنا واحنا حكام برضو كنا متعودين على الضغوط دي، وطبعا واحنا مسؤولين اتعودنا على الضغوط دي، فبقى الامر بالنسبه لنا معتاد، فما فيش فيه اي مشكله، لان احنا دايما الناس كلها بتكره الحكام، ما فيش حد بيحب الحكام الكوره خالص يعني. لا بالعكس، انا في رايي ان احد اسباب ما يجري طول عمره في مجال التحكيم، انا راجل يعني بغطي الكلام ده من سنين يعني، انه ليست هناك الحمايه الحقيقيه لمجتمع التحكيم. سواء انا بحيي حضرتك عن الكلام ده. هو ده الكلام اللي في موضوع الصحيح. بص الحقيقة يعني. ده سواء لجنه او حكام في الملعب او حكام سابقين، لا ارى في العالم في العالم تجرؤ على التحكيم زي ما بشوف عندنا هنا. لا عندنا حدث ولا حرج يعني. انا من اول يوم يا استاذ محمد توليت في مسؤوليتي في لجنه الحكام، وانا من اول يوم بتعرض لهجوم ممنهج ما اعرفش ليه يعني. واي مسؤول يتطاول على الحكام عادي؟ لا عادي جدا، كل حاجه عادي. عفى الله عما سلف يعني. وحكم يبقى في الملعب وعادي جدا، بعد الماتش ممكن لعيب يتكلم عنه، مدرب يتكلم عنه، رئيس نادي يتكلم عنه، كل ده عادي. فاعتاد التجرؤ حتى من الجمهور ومن الميديا ومن كل الناس. فليست هناك الحمايه اللي لازم يوفرها اتحاد الكوره لمنظومه التحكيم، ويبقى ده الخط الاحمر الحقيقي. يعني اللوائح تبقى ده الخط الاحمر، ان مهما كان مين بشنبات واتكلم العالم كده يعني، في العالم بره كده، حتى لو الحكم مخطئ لجنته بتقطع رقبته، لكن مش الميديا ولا المسؤولين. انا عايز اقول لحضرتك واقعه، مدرب باريس سان جيرمان كانوا بيلعبوا ريال مدريد، فقال تصريح بعد المباراه، قال ان هو شاف ان الحكم بيبتسم للمدير الفني لريال مدريد انشيلوتي، بيبتسم له يعني. فده تلميح ما عجبش الاتحاد الاوروبي، تعاقب طبعا. طبعا خد عقوبه ايقاف 4 مباريات، وخد ما يقرب من 200 الف يورو تقريبا غرامه حاجه كده، عشان قال انه بيبتسم، وقالها بطريقه كده يعني. احنا النهارده مش بنبتسم، احنا مش قادر اقول لحضرتك، انت طبعا ادرى وانت قلت بما فيه الكفايه. انا طب هل ليك تعليق؟ انا نزعت مشاهد الحقيقه شكلها وحش يعني. طبعا. خد بالك احنا كمان عملنا مونتاج لحاجات كتير فيها يعني. طبعا. يعني حاولنا نجمع كده دقيقه ونص بس عشان ندي للناس انطباعا حقيقه ما جرى النهارده بالمشاهد دي، لكن في حاجات كان فيها برضو يعني الفاظ، وكان فيها يعني حاجات مش طبعا. قول انطباعك ايه يا كابتن، وهل انت موافق؟ انا طبعا سمعت الكابتن ناصر عباس وهو بيتكلم. كابتن ناصر عباس طبعا كل الاحترام والتقدير ليه، اتكلم في حاجات كويسه جدا. انا بتفق معاك في جزئيه واحده، اللي هي الحته بتاعه التصنيف، ان هو الراجل مكان الموضوع المفروض انه يتعمل على اللونج تايم زي ما انا قلت له. واما لما قعدت معاه على الترابيزه وهو كان بيكلمني في الموضوع ده، قال ان هو هيلعب ب 24 حكم فقط الدوري الممتاز، وانا قلت له ده ما ينفعش، العدد قليل جدا. احنا عندنا الدوري الممتاز ليه طبيعه خاصه، في حكام هتتصاب، في حكام هتتوقف، في حكام هتسافر تلعب بطولات بره، سواء عربيه سواء في الفيفا سواء في الكاس، فبالتالي العدد ده قليل جدا. فقال لي لا، هو ده العدد اللي انا مصر عليه، والدوريات بره بيتلعب كده. قلت له احنا بره غير عندنا. مظبوط. احنا بره غير عندنا، انا عندي هنا. احنا انت قبل ما تيجي تشتغل في مكان لازم تدرس طبيعه المكان اللي انت بتشتغل فيه، والمسافات، والحكم اللي بيحكم في افريقيا زي الانديه كده بتعاني من السفر. فانا اتفقت الحكم عشان يلعب ماتش في افريقيا عايز اسبوع مثلا. انا متفق ان اي حد يجي يعمل تصنيف للحكام، اوريدي احنا كنا عاملينه بس مش معلن، والطبيعي انك انت التصنيف يبقى عندك مش معلن. ادي فكره، يبقى غير معلن صحيح. ايه المشكله؟ وابني عليه اختياراتك انت. ايوه دي نقطه مهمه جدا، دي اللي انا قلتها له بالظبط. قلت له ما تعلنش التصنيف، لان ده هيعمل ثوره كبيره جدا في الحكام، وانا بقول لك في حكام عندها تاريخ كبير في الدوري الممتاز 10 سنين و12 سنه، ما ينفعش تقصر بهذه الطريقه. خلي كل الحكام متاحين قدامك، وانت اللي تشوفه فنيا، او انك انت تعمل تصنيف طبقا لمعايير. لكن اللي بيحصل دلوقتي يا استاذ محمد، مفيش معايير للتصنيف يعني. النهارده منين 24 حكم انت اصريت عليهم؟ انا احكي لك موقف غير طبيعي. بقوا 37 حكم، وانت من 24 بقى خليته 37. انا شخصيا كنت بلعب 41 حكم في الدوري الممتاز. قريبه يعني.
اه طبعا في اثنين اعتزلوا، كابتن هشام الفلاحي وكابتن محمد يوسف، يبقى 39. كابتن جلال احمد وفي كابتن جلال احمد هو مستبعده من التصنيف، انه هو حكم محترم ومن الحكام الكويسين جدا يعني. يعني بقى 38 يعني قربت جدا من التصنيف يعني اللي هو عامله. يعني انا اللي قلته لك في البدايه من غير ما يعلن. طبعا من غير ما تعلن، لكن هو لما اعلن التصنيف، هو الناس بتبص للدوري الممتاز فقط يا استاذ محمد، ما شافتش التصنيف دوت. ما هو الدوري الممتاز شال مش هيلعب الحكام اللي هي هتلعب في الدوري المحترفين، واللي الدوري المحترفين الحكام مش هتلعب في القسم الثاني، واللي بقى كان في القسم الثاني هيلعب في الدرجه الثالثه، وفي ناس مش هتلعب خالص، في ما يقرب من حوالي 700 800 حكم مش هيلعبوا حاجه خالص، هيلعبوا في المنطقه. ياه. فده امر طبعا، فده امر غير مقبول. كان لو طب انت كمان يا كابتن، بجانب ان امر غير مقبول للحكم ذاته يعني ونفسه، انت بتفقد قاعده في النهايه برضه. بالظبط كده. انت النهارده مع احترامي وتقديري ليك يا مستر بريرا، انت المفروض حضرتك بتجيب المفترض تجيب خبير اجنبي عشان يدي ماده علميه للحكام، ده مش موجود يا استاذ محمد. مع احترامي وتقديري الراجل لا محاضر لا في الاتحاد الدولي ولا محاضر في الاتحاد، يعني لا يفيد الحكام فنيا. حضرتك ممكن تسال الحكام بصفته. لا انت حضرتك عشت الفتره دي بقى. طبعا هو راجل مش فني، هو راجل ما بيديش محاضره وما اداش، ما قامش ادى محاضره للحكام، ولما قام ادى محاضره للحكام يا استاذ محمد اتكلم على الشراب واتكلم على التيشيرت واتكلم على تعمل التوس ازاي، فدي كانت بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي كانت مفاجاه. انا كنت فاكره قاعد الراجل باربع اشهر ولا خمس اشهر ولا ست اشهر قاعد بيتابع، فده رقم كبير جدا في المتابعه الحقيقه ما شفتوش في حياتي. طبعا التوس ده حاجه مش سهله لازم. فبالتالي جيت تعمل تصنيف للحكام. استنى ما اعمل لك توص. طب انا هعمل لك توص على الهواء، قول لي ده صح يعني انفع بحكم ولا هطلع لك جنيه اهو كوين من جيبي. الله العظيم. انا حزين جدا على اللي بيحصل. انا الحكام اللي كابتن ناصر قال حاجه جميله، قال لك انا لابد ان الناس تقعد معاهم وتجيبوا الراجل، الراجل ما عندوش اي قابليه انه يقعد مع اي حد، كل ما حد يروح يكلمه يطرده. ده مش مقبول يا استاذ محمد ابدا ابدا، مش مقبول علينا كمان كمصريين. احنا بنجيب ناس اجانب تتحكم فينا وتهين الحكام المصريين، ده بالنسبه لي شيء مهين جدا. انت هو انت لما بتقول لي موضوع الطص والشراب والكلام ده انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ والله العظيم بتكلم جد. يعني في محاضره رسميه؟ طبعا طرق ورق من جيبه في معسكر بورسعيد وقال الكلام ده للحكام، الحكام كلها عرفت منه، قال لك ده الراجل ده ما فيش خالص. يعني ده يعني المحاضره كلها كانت على كده؟ لا تحركات الحكم ولا رؤيته في الماتش ولا لا ما فيش فيها كمان محاضره اتعملت. طب هو التص ده له شكل مختلف غير اللي احنا بنشوفه؟ مش بتمسك برضه مش الجنيه ملك وكتابه وترفع حط على ايدك ما ينزل على الارض عشان ما توطيش والحاجات كده، وشاور شاور على الخطا، بلاش تشاور بصباعك، شاور بكف ايدك وحاجات كده غريبه الشكل من الثلاثينات بنسمع عنها. انا عملت لك تص على الهوا وانت معايا اهو. فاللي انا عايز اقوله، انا بشوف من وجهه نظري اتفقت مع الكابتن ناصر عباس ان كان المفروض الموضوع يتعمل على اللونج تايم، وطبقا لمعايير تجيب الحكام كلها تقول لهم على عينك يا تاجر زي ما بنقول. وانا قلت له الكلام ده، تعمل امتحانات في اللغه، تعمل امتحانات في القانون، تعمل امتحانات في كل حاجه انت عايزها، وتكون كل واحد عارف درجاته. طب بصدق درجات بصدق وبامانه بصدق وبامانه، انا هقول لحضرتك على حاجه، محمود عاشور حد بيختلف عليك حكم كبير وحكم عظيم؟ لا طبعا. له تاريخ كبير في الدوري المصري؟ طبعا. جه اول قال لي عاشور مش هيحكم تاني في الدوري المصري، قال لي كده. فقلت له ازاي ما حكمش؟ قال لي هو يلعب فار، بس هو حكم فار يلعب فار. قلت له ماشي، حكم الفار لازم يكون بياخد حساسيه المباريات في يلعب، ما ينفعش حكم كبير زي دوت ما ينفعش يكون. قال لي لا مش هيروح حتى من معسكر النخبه مش هيروح. طب عاشور راح معسكر النخبه، وعاشور راح هيحكم في من ضمن ال 37 حكم اللي حكموا في الدوري الممتاز. اذا انت كلامك احترامي وتقديري ليك، انت بقى بالبلدي جاي تاكل عيش زي ما بيقولوا، اي حد بيقول لك على حاجه بتسمعها. يعني حد قال له هو جاي، خد بالك الحكم ده كان عنده مشكله مع الاهلي مثلا او الزمالك او بتاع. هو بص حضرتك، يعني هو قال ده، هو كان شاف كابتن محمود عاشور. بص يا استاذ محمد، الراجل ده مش بسيط ومش سهل، مع احترامي وتقديري ما بعيبش في حاجه، لكن بقول ان هو عنده 67 سنه، ده رقم كبير جدا جدا جدا. قال انك تجيب واحد يستعمل الهيدك بتاع التحكيم، حتى اللي قبل منه كان موجود مارك ما عملش اي حاجه في التحكيم المصري، ولكن كان عنده حاجه و40 سنه، كان سنه مقارب للحكام، واخد بال حضرتك. فانا من قناه حضرتك المحترمه عايز اقول للساده المسؤولين، ما ينفعش يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها خبير اجنبي يجي يدير التحكيم في مصر، لان احنا بلد كبيره جدا جدا جدا، وعندنا ما يقرب من 5000 حكم. ما حدش عايز يتعامل مع 5000 حكم، كل واحد عايز يتعامل مع 20 حكم 30 حكم 40 حكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام. اذا كانش حد عارف طبيعتنا خلاص بلاش. انا قلت حاجه جميله جدا، قلت جيبوا قبل بدايه كل موسم، جيبوا ماتيمو بوساكا، جيبوا كولينا، هيدي الحكام ماده علميه محترمه تقعد معاهم لطول السنه
بدل ما انا عمال اطلع فلوس على الفاضي كل شهر كل شهر. قصدك انك تجيبه شهر مثلا قبل الموسم يدي الجرعة دي والمصريين يديروا اللجنه عادي في طول الموسم. بالظبط كده بالظبط كده، لانك انت النهارده ما انتش عارف الطبيعه. يعني اذا راي سيادتك بامانه وبصدق، ده راي حضرتك، ان هذا الرجل لن تستفيد منه، لن يستفيد منه حكام مصر ولا يصلح ولا يصلح تماما للتحكيم المصري. بقول لحضرتك بامانه شديده. ليه هتقول لي انت قلت الكلام ده ليه دلوقتي يا كابتن تفضيل لما مشيت؟ اقول لك حضرتك لا، انا الراجل قاعد زي ما طلع هو قال بلسانه انه قاعد 6 اشهر يتفرج ما بيعملش حاجه، فانا مش هقدر اقيمه. لكن اول ما عمل محاضره يا استاذ محمد، انا مش انا لوحدي اللي قيمته، ده جميع الحكام. هو كان مسار سخريه الحقيقه، بقول لك بامانه شديده. يعني امال بيقولوا بيروح المحافظات ويروح المناطق ويقابل ما اعرفش ايه ويعمل ايه ودراسات، لما بيروح يحكي بيروح هناك في المحافظات بيقول لهم السي في بتاعه من سنه 2000 ومش عارف 80 باين 1980 بالسي في بتاعه ان هو لعب لحد كاس العالم 2002. طبعا حضرتك انت عارف كاس العالم 2002 كان عليه مشاكل تحكيميه كبيره جدا 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 في كوريا واليابان. كوريا واليابان اه طبعا، واخد بال حضرتك. هو لعب في احد دورات الخليج برضه، واخد بال حضرتك. يقول السي في بتاعه للحكام ويقول لهم التصنيفات برضو بتاعت الحكام، لا قعد مع مناطق ولا شاف ولا في منطقه اصلا بعتت له تصنيفها لحد دلوقتي. طب انما يا كابتن لم يحاضر محاضره فنيه حقيقيه للحكام من يوم ما جه النهارده؟ نهائي. وبقول لحضرتك الكلام ده على مسؤوليتي، ولو حد قال غير كده يطلع يقول لي. ولا بتوع الفار ولا بتوع ما اعرفش ايه؟ لا معسكر الفار حضرتك هو معهوش رخصه فار طبعا. فجاب معسكر الفار الاخير ده اللي اتعمل، جاب حد من بره مساعد على حاجه، جابوا حد من بره برضو الراجل بعيد كل البعد. ده الحكام حاجات قديمه جدا جدا، الحكام اللي بتتكلم وبتقول ده فار برضو باجنبي جابه اجنبي. اه جاب فار برتغالي برضو. ما هو ما اعرفش بقى والله بقى، يعني هي شروه تقريبا. هو اساسا مش يعني لا محاضر ولا بيحاضر فار ولا يعرف اي حاجه الحقيقه. هو الراتب راتبه كام ده يا كابتن؟ هو حضرتك راتبه حوالي 18 او 20 الف دولار بالاضافه الى المميزات الاخرى اللي هي الاقامه في احد الفنادق الكبرى الكبرى اللي ممكن تكلف الدوله مش اقل من 12 13 الف دولار في الشهر. طبعا ده طبعا يا فندم. هو ده الفندق اللي في فيتوريا مثلا؟ ايوه ما هو اللي جايبه. ايوه ما هي ما صح واضح. هم سالوه قبل كده تقريبا عندك حد فاضي وقال لك في واحد صاحبي هناك اجيبه بتاع اي حاجه. فبنيجي بعد كده نقعد هل يليق يا استاذ محمد الحكام المصريين المحترمين نقدر يروحوا اتحاد الكوره وبعد كده يحصل اللي بيحصل ده؟ اذا الراجل مش عايز يقابلهم، الراجل ولا عايز يقابل حد. يعني الكابتن ناصر عباس قال لي اقعدوا مع بعض، طبعا انا بحترم قرار كلام الكابتن ناصر عباس جدا، لكن هو الراجل مش عايز يقعد مع حد. يقول لك لا لا خلاص انا خلصت هو ده اللي عندي. يا عم طب ما تنشرش يا عم، خليك ذكي وما تنشرش. احنا والله يا كابتن توفيق الواحد بيسمع الكلام ده بيحزن، يعني لانه اصله كمان الموضوع مش بالصعوبه اللي احنا يعني انت حتى لما تبقى عايز تطور وتجيب خبير وتاخد لا خطوه ولا يعرف لا في التطوير ولا بتختار غلط. ما ماشي ما, ما, ما انا بكلم حضرتك يعني تبقى انت قررت تدفع فلوس كتير. انا اقول قررت مع اختلاف واتفاق على راي فكره الاستعانه بخبير، في ناس بتتفق وناس بتختلف، انما خلاص انت اخذت قرار انت صاحب الموضوع. انا اقول لحضرتك فتجيبه مش جدير. عندي حاجتين لاسباب استقالتي من لجنه الحكام. اول حاجه الراجل كان عايز يهمش دوري تماما تماما لانه ما بيحبش اي حد بيتناقش معاه. وانا الحقيقه ما بعدلوش حاجه بامانه شديده، يعني انا بتناقش معاه على طول يعني. تمام. هو بيتعامل مع اللجنه وانا بقول كلامي مسؤول عنه بشكل وحش جدا. اللجنه هو؟ اه طبعا. بشكل وحش بمعنى ايه يعني؟ احنا مش في مدرسه عشان تقعد تزعق للناس وتعنف الناس. انت جاي تعمل ايه انت؟ انت جاي تاخد دولارات، انت بتاخد بتكلف الدوله مليون و200 الف جنيه في الشهر وما بتعملش حاجه، بتيجي الساعه 11 تمشي الساعه 3. لا يعني يعني بيتطاول على الناس في اللجنه؟ اه باسلوب غير لائق يعني. ما انت لما تعلي صوتك وتزعق وتضرب على المكاتب الكلام ده مش مقبول يا استاذ محمد. ده طول الوقت كده؟ اه ده على ما انا قلت لحضرتك هو يمكن عامل السن شويه 67 او 68 سنه ما بيتحملش ده، لان برضه الاعباء كتيره شويه. حاجات كتيره بتفوت منه الحقيقه. فانا بقول لك الحقيقه يخرب عقله ده، انا حاسه ازمله كده مش صغنن كده. لا لا حد صعب جدا. حد هو يعني قاعد في الاول قيود كده وبيتابع والحكايه والروايه. لكن الحقيقه لما جه يتكلم اتكلم بقى يعني نزل كتير جدا لما اتكلم، ولما بدا يشتغل نزل كتير جدا. للاسف الشديد انا يعني بتمنى يعني مش عايز اقول لحضرتك حاجات. انا من احد اسباب استقالتي هي تهميش دوري تماما طبعا. والسبب الرئيسي اللي هو تصنيف الحكام. انا قلت له كلمه، قلت له انا مش هقدر اوقع الكابتن محمد فاروق او حي يرزق. انا قلت له يا محمد انا مش هقدر اواجه الحكام دي. قال لي ازاي؟ قلت له والله ما هقدر اواجههم. كان معاكم كان كابتن فاروق في اللجنه. كابتن فاروق موجود طبعا. انا قلت لمحمد يا محمد انا مش هقدر اواجه الحكام دي.
مش هقدر اواجههم. انا النهارده الحكام اللي جت النهارده دي اتحاد الكوره، انا كنت هكلمهم ازاي؟ اقول لهم ايه طيب؟ ناس بتلعب بقالها 10 سنين في الدوري الممتاز، انت شلتهم بناء على ايه؟ وخدت التاني بناء على ايه؟ يبقى ليهم حق، يعني ليهم حق في الغضب ده، ليهم حق. انما حضرتك بتؤكد بره التفاصيل ان الرجل على المستوى الفني وعلى مستوى الاضافه لينا لمجتمع التحكيم مش موجود، يعني ما مش هنستفيد صفر. حاجه. صفر يا استاذ محمد. صفر. صفر. اه طبعا صفر. ميح. ميح. انا مش مستني حد يجي لي من بره بياخد لي بيكلفني مليون و200 الف جنيه لازم استفيد يعني وانس. ما برضه يا فندم يجي يعمل لي لائحه، انت جايب واحد من جايب لي واحد اجنبي او برتغالي او ايا كان مع احترامي وتقديري، يعني يجي يعمل لي لائحه حكام؟ انت مالك يا عم من اللوائح؟ اللوائح دي بيعملها الاتحاد الاهلي عشان بيمشي عليها سنين، لكن انت جايب لي لائحه كوبي بيست من الاتحاد الدولي. ده اللائحه لو انت قريتها يا استاذ محمد هتلاقيه مفصلها على نفسه تقريبا وعايز يقعد في مصر مدى حياته. Yeah. قال لك اللي طبعا قال لك اللي بيشتغلوا في قنوات التحليل التلفزيوني اللي هم بيحللوا مباريات الدوري للحكام ما يشتغلوش في اللجنه ابدا، لا دلوقتي ولا بعدين. يعني ولا سمير عثمان ولا ياسر عبد الرؤوف حتى لو ساب التحليل؟ اه حتى لو ساب التحليل، ولا الكابتن ناصر عباس ولا لكن طالما غلط وحلل يقعد طول عمره مش موجود. ايوه في yeah. طب هو ما هو عنده خلفيه بقى مين اللي قريب، خد بالك هتلاقي البند اللي تحتيه ولو ما طلعش يحلل برضه ما يخشش. اه والله دي حقيقه. او حلل في بيتهم في التلفزيون، حاجه غريبه. او حلل في معمل يا حاجه غريبه جدا. وبعدين يقول لك يعني ان مده رئيس لجنه الحكام هي بمده مجلس اداره الاتحاد، يعني 4 سنين. هو مأمن الاربع سنين يعني؟ ده على اي اساس يعني؟ عايز يأمن الاربع سنين يعني؟ يعني مفيش حتى الاتحاد يبقى عنده قدره اقالته؟ هو تقريبا شاري شقه بالتقسيط في البرتغال عايز الساعه. لا هو يبقى يعني الاتحاد كمان ما يبقاش عنده قدره اقالته؟ ما يقدرش كرئيس لجنه. الا الاسباب السلوكيه، الا الاسباب السلوكيه. ياه. يعني حتى لو فنيا الاتحاد الكوره شايف مثلا ان التحكيم متراجع ما يقدرش يغير اللجنه، يغير رئيس اللجنه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد. انا النهارده اللائحه دي لم تعتمد من مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، والدليل على ذلك انها لم تنشر على الموقع الرسمي طبعا، ودي ما ينفعش تعتمد اصلا. ما ينفعش تعتمد. طب انت ازاي بتتعامل بيها وبتوزعها على الحكام؟ انا لو من اتحاد الكوره معاك هو كرئيس لجنه بيوزعها؟ طبعا يا فندم، موزعها على الحكام وعلى كل الناس يا فندم وعلى الصحافه وعلى كل الدنيا. لا ما هوزعها، جات لي بس طبعاً. انا اعتبرتها انها جات لي ليه ان انا اشوفها قبل ما لا يا فندم، هو حضرتك مع احترام بيحاول الامر واقع يعني. هو حضرتك ممكن حضرتك تبدي رايك فيها مثلا هو بيقولكش كده. طب ده هو فالنهارده مفيش احترام للاتحاد المصري لكره القدم، مفيش احترام لاي حد، كان لابد من اقالته. ولما طلع قال لك في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، كابتن ناصر عباس برضه اشار اليها، قال لك ان 200 حكم بيديروا الدوري الممتاز ثلاثه. هل يا استاذ محمد في دوري المحترفين لما يكون عندك المباراه النهائيه الفاصله مثلا بين بلديه المحله او اسوان او اي او حرس الحدود والمحله، تمام، هل ينفع ما احطش حكم دولي في المباراه دي؟ لا طبعا. مش كده برضه يا فندم؟ طبعا، ده الف ب، ده الف ب. اذا هنا حط فيها افضل حكامك كمان الماتشات دي. مش كده يا فندم؟ طبعا. أنا لان هي ماتشات محتاجه برضه شخصيه ومحتاجه ثبات ومحتاجه برضه تحط حكم الفرقتين مقتنعين بيه، لان ده ماتش هيطلعك بعيد في الدوري وينزلك من الدوري. اسم الحكم يا استاذ محمد بيفرق جدا في الماتشات اللي زي دي. طبعا جامد جدا 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 طبعًا. هو مش مدرك الحاجات دي كلها، هو هيدركها لما. انا بقول لحضرتك بتمنى كل التوفيق للحكام المصريين ان شاء الله ولجنه الحكام، لكن انا بقول اني اعتقد ان التحضير للموسم الجديد كان كارثي الحقيقه بكل مش مكان. انت مش شايفه يعني بالشكل اللي يساهم في تطوير التحكيم؟ هو حضرتك فانت مش متفائل بتطوير التحكيم الفتره الجايه؟ عشان نختم، كلمه تطوير دي كلمه مطاطه، انا مش متفائل طبعا. مش متفائل. نمره 2، هل نقلت كل اللي حضرتك بتقوله لي ده للمجلس، الاستاذ جمال علام والناس في المجلس؟ انا عايز حضرتك في مكالمه كده او اخرى تسال الاستاذ جمال علام والكلام ده كله انا قلته له. حلو، عشان تبقى برضه اديت دورك بامانه انك عرفت المجلس. طيب يعني اذا المجلس دلوقتي، اذا المجلس دلوقتي على علم بكل اللي حضرتك قلته. طبعا. يبقى اذا استمرار الراجل ده في حاله حدوث اي اخفاق مش هيبقى هو المسؤول. طبعا يا فندم انا بلغت. يبقى المجلس اللي مسؤول طالما على علم بكل ما يحدث. انا قلت للاستاذ جمال علام بالتفصيل كده يا استاذ محمد. يا استاذ جمال علام، انا بقدم استقالتي من لجنه الحكام وبقول لحضرتك هذا الرجل بعيد كل البعد عن اداره التحكيم المصري. تمام. وانا بحذر من كارثه، والحكام دي هتجي لك كل يوم في الاتحاد. تمام يا كابتن. كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنه الحكام السابق، انا بشكر حضرتك وحكامنا الدولي السابق طبعا، بشكرك شكرا جزيلا على كل